فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الصراحة أنا مش عارفة أقول إيه لحضرتك أكتر من إن أنا نزلت في 2014 وانتخبت حضرتك، و2018 نزلت أترجى حضرتك تاني إن أرجوك أرجوك تبقى معانا لدورة تانية، وعمرك ما خذلتني الحمد لله. في كل مرة كنت فعلا القوي الأمين الصادق اللي كان فعلا بيقدم لنا كل حاجة هو كان بيوعدنا بيها. الظروف يا ريس عالية جدا على الجميع، مش على شعب مصر بس للأسف احنا حضرتك سيد العارفين ان احنا عندنا قوة خارجية عمالة بتلعب بشكل كبير جدا بالعرايس الماريونيت اللي جوه موجودة وعاملين نفسهم معارضين للأسف. خليني اقول لحضرتك ان انا سعيدة جدا بكل الانجازات اللي حصلت، المدن الجديدة، ربط المدن ببعضها، يعني انا على يمين بيتي عندي المونوريل وعلى شمال بيتي عندي القطر السريع، واتربطت المدينة بتاعتنا بالمحور 8 حارات، ما كناش بنقدر ننزل ابدا القاهرة الا من خلال تيوب اللي كانت زحمة جدا جدا، محور كان بيوقفنا بالساعات، ياخد مننا مجهود وياخد مننا عمر وصحة من غير داعي. الحاجة التانية يا ريس، احنا يمكن يكون فعلا تعبانين من الاحوال الاقتصادية، ويمكن الناس في مصر مش عارفة ان العالم كله بيتعرض للازمات دي، ده بسبب فعلا احنا ما عندناش اعلام قوي، وده بسبب برضو ان احنا التعليم في 12 سنة اللي فاتوا للأسف ما كانش كويس، وللأسف ما كانش في صالح الجيل اللي كبر دلوقتي وبقى عنده سمارت فونز وبقى ابتدى يتكلم ويشتكي والكلام ده، وللأسف لا عنده توعية ولا عنده تعليم ولا عنده ثقافة ولا عنده أسرة تربيه ولا عنده مجتمع يتقبله ولا عنده إعلام يوجهه. احنا فعلا يا ريس زي ما حضرتك قلت في المؤتمر الاقتصادي، احنا فعلا محتاجين إعلام يبني عقل جمعي وطني مجتمع على هدف واحد وعلى مشروعات الدولة بشكل كبير جدا. للأسف لم تسخر هذه الجهود لصالحك ولا لصالح الدولة ولا لصالح المواطن حتى. للأسف كل ده بيتم توجيهه كأنه سلاح موجه لصدر المواطن. احنا يا ريس في ظهرك، في ظهرك وليك كامل التفويض، ودايما واقفين معاك. كفاية ان انت حميتنا من الإرهاب، كفاية ان انت حافظت على حدود الدولة المصرية لحد دلوقتي، لحد جه ولا حد دخل ولا حد استعمرنا، مع ان احنا كنا في لحظات كتير جدا من 2011 لحد النهاردة كان ممكن البلد تضيع في اي وقت. احنا بوجودك يا ريس احنا الحمد لله مكملين، وربنا في ظهرنا، واللي يقدر على ربنا هيجي يورينا.